الفنانة لورا خليل، أهلا وسهلا فيك، نورتينا باستوديو فوق 18. كنت عم تسمع الحلقة قبل، شفتي شيء غريب؟ يعني أنت بنت عائلة مسيحية ملتزمة دينيا. الحمد لله يا رب أنه خلقت، بدي أقول لأنه كل واحد بيشكر ربه أنه هو كيف خلق، مسلم مسيحي، بقوله ميرسي يسوع أنه أنا خلقت مسيحية، لأنه تربيت على دين، كمان الدين الرب لكل الأديان. سيدة مش تشدد بمحل؟ لا 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 لا، مش تشدد، كل من عدينه الله يعينه. أنا يعني لورا بتشكري ربك أنك مسيحية، أنت من عائلة ملتزمة دينيا مسيحيا. يس. أنت دخلتي على الفن، حضرتك فنانة. أنا اشتغلت بالفن، أنا استعملت الفن، بعدني لهلا أنا برنم، كمان بحب استعمل صوتي لأشكر ربي على اللي عطاني إياه من خلاله. في تناقض بين دينك وتعليم دينك والفن اللي بتقدميه لورا؟ لسن يعني ربنا ما قال انه الفن غلط، قال اذا مشينا بالطريق الغلط هيدا الغلط بحد ذاته. الاغاني اللي بتثير الغرائز مش غلط بالدين المسيحي؟ انا بصير الدبكه عم بصير الدبكه اللبنانيه بانه اكثر اغانيه بتحس فولكلوريه وشعبيه وعراس وشعبيه. يعني ما غنيت كثير وعملت كليبات فيها اغراء. تحترمي الملحد؟ ملحد؟ غير المؤمن؟ شو بتنظرينه؟ انا ما بكره حدا، بصلي لهم ليتعرفوا على الرب، لانه طريق الرب حلوه ومريحه. ولما نزلت لما نزل الرب لسيدنا موسى الوصايا العشره، مش بس لنا، للاسلام كمان وللدروز وللكل اللي بيعبدوا الرب. حضره الاخت فرانسواز دويهي سمعناها لورا وقالت انه هي بترتل بالكنيسه وبتغني على المسرح، عادي هالشيء؟ بتفضلوا انه تكون بس بترتل بالكنيسه؟ لا، فيها تعمل اثنين. اولا نحن الاغاني ما بنسميها بالكنيسه، تراتيل روحيه، الى كل كلمه الى معناتها. وبيقول يلي بيصلي بترتيل، بيرتل وبيصلي، عم بيرتل عم بيصلي مرتين، لانه الترتيله بتتمعني بالكلمه، معنى الكلمه اكثر. فيها كمان تغني حسب نوع اغانيها، تفرح خيال الانسان. تركيز بالمسيحيه على الفرح، على ديننا، دين الفرح. رامي، سمعت لورا في شيء بمحل ما، في شيء وقت قالت يا رامي، وقت اللي قالت شو يا رامي؟ في شيء وقت اللي قالت انه بتشكر الله انه خلقت مسيحيه. انا اعتبر انه اول شيء نحن ما حدا منا له فضل على شو بيخلق، لنا فضل على شو بننقي. نحن نشكر يعني الله على طول، يعني اللي قصدي اقوله انا فينا ننقي؟ ايه فينا انا في كتار بعرف كتار غيروا دينهم بس صاروا بعمر راشد معين قرروا يغيروا. كتار مسلمين عملوا كتار مسيحيين، بس قليل ومدانين عملوا مسلمين، هدول مرتدين يعتبروا. لا مش مرتدين، نحن التابو اللي بيمنعنا نعمل هيك. انا قناعتي لازم اروح فيها على الاخر، انا بدعي كل حدا بيلاقي حاله غير ملتزم بدينه، منه قادر يشوف، شايف حاله بالدين الثاني، ليه بده يخاف؟ ليه ما بده يروح عليه؟ يعني انا لو مقتنع باي دين رحت عليه، ما في حدا بيمنعني، انا مش مقتنع بديني ولكن لم اقتنع بدين اخر. فاللي انا بدي اقوله انه اليوم الحريه لا تتجزا. انا بشكر الله انه عطاني هالحريه، مش انه خلقني مسيحي، عطاني هالقدره اني نقي شو بدي بدون ما يكون في عندي اي شيء بيمنعني نقي. اذا بدي نقي الله بدي خيار. انا بشكر الله اني خلقت هيك. تشكر الله انا خلقت مسيحيه، بس في بعدها مصره على هيدا الموضوع. شكرك لله النعره للطوائف، يعني بعدها لورا مصره. بس انا ما عندي، انا قلت لك في نعره للديانات الاخرى، ما قالت انا بس كلنا خلقت الله. يعني شو خلقت هيك؟ شو هو خلقك غير ما خلق غيرك؟ انا تعودت اشكر الله على كل شيء، على النعمه، على ديني، على اولادي، على حياتي، على رفقاتي، على عليكي. بتقولي الحمد لله اني مش مسلمه؟ لا لا لا، انا كمان ليش سالتيها السؤال؟ لانه هي قالتها بوجه ثاني. قالتها بتقول لا لا لا، فهمتيها انه هيك؟ بتقول يعني بتقول اذا كنت انا مسلم بدي اشكر اذا انا مسلم. فاطمه، بدك تعلقي شيء على كلام لورا؟ لا، في شيء هيك حبيتي اللي قالته؟ كثير كثير بحترمها. كثير فاطمه، انا كثير بحبها. كثير بحترمها وكثير بحبها وكثير بحب صوتها. وعم بتقدم بالنهايه شيء عم بتفرح العالم، والدين هي كمان محبه. بالنهاية الدين هي محبة. طوبى شو مشكلتك؟ للذين يسمعون كلمة الله يسمعونها ويعملون بها. طيب هون عندي نقطة أنا، بس لحظة بده يكمل. ايه هون يسمعونها ويعملون بها. هل انت تعملين بها؟ اكيد. لا اكيد. ليش؟ لانه لبسك هيك. لاني لابسه هيك. والكنيسه لا ترضى بهالشيء، بهاللبس طبعا.
بيقول الرب، بيقول لنا ربنا وين قلبكم حلو، انتوا انتوا الي. انت بالكنيسه بس فوتي. لا فوت كثير محجبه. خلص لا بهمه تدخلي على الكنيسه خلص. لا بفوت انا وصل له حقه. كيف تدخلي على الكنيسه؟ مثلك نحن بده يكون قلبنا حلو. فيني اقول لك شيء؟ انا بحبل القلب الحلو يثمر عمل. يس انا بحبلي برفقه اللي فايت على الكنيسه يطلع عليك شو رايك، فمش لازم يفوت بس بدك اياه. شفت السلبين الرحمه الالهيه، شفتهم ظهروا لي على قميصتي سلبين الرحمه. وذين انا عملت نفضنا البيت، عملت يتمجد اسم الرب، جبت شخص يسوع المسيح حطيته على مدخل بيتي، عملت له مزار. بنفس النهار عزمني زوجي نتعشى برا، اكلنا سمك، نزل نقط سبيدش بالحبر، نرسم يسوع مثل ما هو يحني عندي. ودين انا ظهرت لي امي العذراء، ظهرت لي انا قلب مريم الطاهر. انا حدا شو بدك تقولي انه قلت له يا يسوع مسيح عن قلبي على هالقلب اللي اعطيتني اياه، يا يسوع الوديع متواضع القلب، اجعل قلبي مثل قلبك. انا في اقنعك عدينك أنا، بس انا بحترم لدينك وعروسك. عفوا انا عروسي بس عفوا ليش ليش انا ما عم جيبك عدينه، انا عم بنصحك والنصيحه موجوده عند الاباء وعند المشايخ. ليش عم يلعب دور الرهبه؟ يعني انا حاسه هون انه لا اللبس بدها اللبس محتشم اكثر. لا بالنسبه لدين المسيح بدين بده لبس برا وجهه، برا وجهه، برا وجهه. بس عفوا للشيخ، للشيخ تقدر تقدر لورا تدخل على الكنيسه، بس عفوا تقدر تدخل على الكنيسه بهيدا اللبس؟ لا اذا بتحترم حالها وبتحترم الله لا لازم تفوت بلبس محتشم. يا عليك جيب لي هالشكل، اللي بيحترم الله وبيحترم حاله بيلبس لبس محتشم. لو عرفي فيها تفلحي، لو عرفي الحلقه تلحقي. مقتنع مقتنع انه لازم تتلحفي او لا؟ مقتنع انه من جوا يا اختي انا رح افطس، انا هيك وفطست. جيب 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 جيب. شوفي بدي اقول لك بالتعامل مع غير جيبي المسلمين، جيبي عمي لتلحف هلا نحترم الاديان. ليه عصبتي لورا؟ لا ليه ليه انزعجتي؟ لا بعدين لا ما تعصبي، حلوه الشكات حلوه بعرضها كمان. اوه من لون الاوبرا. بس رابع لبسه منه غير محتشم. اول شيء لبسه منه غير محتشم، لبسه مرتب. في شيء غريب، يعني في شيء مش منطقي باللي عم ينقال اليوم. نعم. اللي بده يفوت على الكنيسه لحتى يطلع على لورا شو لابسه هو الغلط. 90% من نساء الارض المسيحيين، نعم. عم بحكي انا، بفوتوا على الكنيسه هيك 90%. طب هل هي 90% صح؟ ومعهم حق 100%. 100% بقول لك ليه معهم حق 100%؟ لانه انا واي انسان ثاني اتعاطى مع امي بهذا المنظر بالبيت، ومع زوجتي ومع اختي. معناتها انت بتعاطى معها بذات الطريقه بالبيت وبالكنيسه، ما غير علي. برافو يا رب، شو برافو. نعم بدي اسمع بتقول ليه ليه الدين نحن عم نظهره انه هو عباره عن مظهر خارجي وشكل وشويه ميك اب وشويه كيف لابسين؟ لا فوتوا على الجوهر، فوتوا على انا قلته. والرجال كانه عندنا الدين الاسلامي، كانه الرجال ما فيك تنتقديه على شيء. مش تكامل ما بين شكله مضمون. نعم تكامل بين شكله مضمون. بس ما لو سمحتوا ليه الرجال نحن لحظه بس عفوا مولانا، ليه نحن ما بنقدر ننتقد الرجل المسلم الا لنفوت باعماق جوهر، ما فينا ننتقده باي شيء من الخارج؟ بينما انا الصبيه المسلمه دغري بدهم يقيموني من مظهري الخارجي. ليه ليه بدي اتقيم من مظهري الخارجي؟ مربى لحيته وكذاب ونصاب. انا بتقيم بعقلي على الجوهر مش على الشكل. ما ليش انا بدي اتقيم بعقلي؟ حتى معلي حتى معلي رابع بفرص العمل مضمون بده يكون، هيدا هو الحجاب. حتى بفرص العمل رابع نحن كمحجبات مظلومين بكثير مطارح. فتحتي موضوع كثير مهم، المحجبه فيه. انا ماني المحجبة أي... أنا عفوا أي وحدة مش محجبة منا لا أذكى مني ولا أحلى مني. حجابك ولا عائق مني ولا... حجابك عائق. هلأ أنا كبتول عبد الله الحمد لله الله وفقني بكتير مطارح بشغلي بعمل الإعلام اللي توجهت له. ما عندك برنامج تلفزيوني؟ بعد ما عندي، يمكن إن شاء الله. يعني هيدا تعتقدي أنت محطة علمانية بتاخدك أنت كمحجبة؟ ما هيدا اللي بدي أقلك، أنه أنا يمكن وصلت لشي مش هو كل شيء بدي إياه. أنا ما وصلت للهدف اللي بدي إياه. بعتقد لو كنت مش محجبة أكيد كنت بوصل بعد أبعد من هيك. أنا راضيه ومتصالحة مع نفسي باللي وصلت له، بس أكيد لو إني غير محجبة بوصل أكثر من هيك، خاصة ببلد مثل لبنان قنواته بمعظمها ما بتوظف على الهواء محجبة. فينا بس أنت كمان تفضلي سمي أم تي في. ايه ما بتسوي، ما بتوظف ما ممكن. انا ولا ولا حتى وراء الكواليس اذا مش لا وراء بتاع. الكواليس شيء ثاني، انا عم بحكي طيب. على الشاشه ما نعم. عم بحكي وراء غير الكواليس. غير المحطات ولا بالمجتمع عفواً. المريض هلا غير انا محطات. اشتغلت صراحه مع يعني ببرنامج توني خليفه ان كان جديد او قلبي بس ما عندك برنامج؟ ما عندي برنامج. كنت عم تطلعي مع توني خليفه؟ كنت عم بطلع كمراسله صح مع توني بالجديد وبالقلبسي. يعني انت فيكي تطلعي على المنار؟
انا بقدر اطلع على المنبر بس بدي اغير. لا اكيد كمان بدي اغير الستيل واللبس وطريقه المكياج وكل شيء. نعم. اكيد فاطمه الحجاب كان عائق بمحل بحياتي. بمحل قدمت على شغل بمجال الجرافيك ديزاين بس ما قبلوا لاني محجبه وطلبوا مني اشلح الحجاب بس اكيد ما قبلت. انا مغرمه بشيء اسمه الحجاب. لورا خليل شكرا كثير لك. بنحترم طبعا هيدا الجانب اللي اليوم هيك اظهرتي. بالعكس لو عرفي في رهبات وشيوخه كنت جيت كثير كنت جيت بالعبايه تبع. نحن بنحترم قلبك وروحك وفنك لورا خليل. انا كثير انبسطت اني جيت، كثير انبسطت اني كنت معكم. دخل قلبك يا مسر، القلب بيحن ليك لوين راحت؟ راحت بس عند المسر. انا من قلب وادي انوبين شرفنا، ضحكت بقلبك حسيت لهجتك شوي وادي القداسه.